لما جدتك تيجي عندكم البيت. قوم يلا قوم، ستك عندنا. قلت لك ده نومه تقيل ده. طب استنى عليه انا هقومه لك دلوقتي. ايه في ايه؟ يلا يا حبيبي قوم على التيم ورك بتاعك. تيم ورك يا ست؟ انت عايز ايه بس؟ انت هتقوم تشيل الملايات وتفرش ملايات جديده. ايه لا طبعا مستحيل يحصل ده. جاتك لو يا قوم بدل ما اكسر العصايه دي على دماغك يا ولا. خلاص حاضر. وانت يا مرات ابني يا حلوه انت عليكي غسلي الهدوم والسجاد وتعملي الاكل، وبنتك الحلوه دي بقى عليها تغسل المواعين وتلم الهدوم لما تنزل. بس انا مش بعرف اغسل مواعين. هعلمك يا اختي، والقزع الصغير ده يروح يكنس الشقه كلها والسلم كمان. وانا يا حاج هعمل ايه؟ لا انت بقى تروح اعمل لي كوبايه شاي يا حبيبي. شاي ايه بقى اللي اعمله؟ عشان ابنك يعني؟ لا دي كوسه بقى ولا ايه يا بت؟ ايوه فعلا دي كوسه، احنا مش عاملين حاجه خالص. كوسه ها؟ على الثلاثه ممكن تروح دلوقتي افرغ الطبانجه دي في دماغك.